تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم. اليوم جولتنا راح تكون بخصوص ارتفاع أسعار الدولار ومدى تأثيره على الشارع العراقي وعلى المواطن العراقي، ومن هو المتضرر الأكثر من ارتفاع سعر الدولار في العراق. خليكم ويانا. المتضرر الأكثر أبو المواطن اللي دخله محدود، يعني هاي 100% طلع لك إياها أول شيء. اثنين، يعني من يوم اللي ارتفع الدولار لحد الآن السوق مختنق، يعني من ارتفع الدولار ارتفعت المواد وياها، مو مواد احكي لك مواد كشبس، المواد الأولية اللي تصنع. يعني أني وين كنا ناخذ السليفون ب$30 وين صار ب45 وصعد ل70. والله قاعدين وساكتين. هاي صور شوف شولك كيش معك، من صعدوا الدولار وانه بمظاهرات كانت قبلها من السوق وقف، انه بالدولار، انه بمال كورونا، انه بحظر، يعني ما حد يفكر بالفقير. الفقير ما حد يفكر الا بس الله. هسه انا معوفنا منا، احنا عمال هنا 5000 ما حد يطلع. هاي 5000 دينار شنو 5000 ما حد يطلع. والله معاناتنا تعبان، هاي ساعة ب 12 كان ليها سلام استرزق، لا هاي كل شيء ماكو. انا رجال ساير هنا، زين لاكو شغل لاكو عمل، زين هاي الناس وين تروح؟ هاي الحماميل، هاي الناس سوا كلها قاعدة وساكتة. نريد الحكومة تسوي لنا حل، يعني احنا لا متال هيك، وين نروح؟ كان خريج قانون جامعة بغداد، وين نروح احنا؟ إذا التاجر يقول لك والله ماكو شغل تفضل اقعد بالبيت، زين أنا هم بقعد بعائلة، هم محتاج مصرف، أنا همي نشاط، زين لولا تفضل وشوف السوق. زين وكل هاي وعندك الدولار صاعد، الحكومة حدث ولا حرج، شو تسوي لك الحكومة مثلا؟ تحكي وياهم ولا كأنما تحكي ويا حايط. هاي مو وضعية. زين لولا تحكي ويا التاجر يقول لك ابني انا روح جيب لي فلوس، روح بيع لي مواد. زين تروح للوكيل، يابا عندنا كذا مادة، عندنا تركي، عندنا انواع المواد. يقول لك ابني انا ما اريد اشتري. ليش يابا؟ الدولار بهلقى السعر. شلون اعطيك وشلون اسدد وش ابيعهن؟ زين لولا هاي من يتحملها؟ غير تحملها الحكومة، غير تباوع على حالنا. زين هسه التاجر واقف، العامل واقف، المندوب واقف، كلها وقفت، تكسرت، دمر الدنيا هذا الدولار. المتضرر الأول بارتفاع الأسعار هو المواطن العراقي الفقير. يعني الضرر مو طبيعي، خصوصاً أنه العراق أو العالم صورة عامة يمر بأزمة كورونا وحظر، ويعني هذا المواطن لا عنده راتب، لا عنده معونة اجتماعية. زين تم قاعدة بالبيت، مو مشكلة تقعدت بالبيت، شنو البديل؟ صح لو مصح؟ انت ما عنده بديل، هذا صاحب عائله، يجوز ايجار عنده، يجوز عنده مولد، يجوز عنده هواي امور. نعم مشاهدينا الاكارم، مثل ما شاهدنا اراء المتواجدين في الشارع العراقي بخصوص ارتفاع اسعار الدولار، ويبقى المتضرر الاكثر من ارتفاع سعر الدولار هو المواطن العراقي الفقير واللي ما يملك قوته اليومي، بالاضافه الى اصحاب هذه المحال التجاريه في العاصمه بغداد. نتمنى ان يكون صوتنا يوصل للمسؤولين والقائمين على ارتفاع الاسعار، انه يجدون حل لهذه الاسواق حتى تعود بشكل طبيعي وتخدم الفقير وتخدم المواطن العراقي. وصلنا لكم لختام جولتنا لهذا اليوم.